إلى بغداد أنتقل من جديد. معي منها مراسلنا بدر الركابي الذي يقف الآن في أو أمام منزل أحد الشهداء في بغداد، شهداء الغارة التي طالت مصيفا سياحيا في محافظة دهوك. تسمعني يا بدر؟ الصورة من عندك ربما تتكلم، لكن لا بأس في إضافتك يا بدر. نعم زميلي أحمد، كما تشاهد بهذه اللحظات وصلت جثمان الشهيد عباس علاء بهذه الدقائق إلى منزله بعد وصوله إلى مطار بغداد. هذا والده كما تشاهد، دعني أضعك بالصورة. الجميع يتقرب من والده ويقدم إليه العزاء، ودعنا زميلي محمد نتقدم إلى الأمام. كما تشاهد زميلي هذه اللحظات حاليا وصول جثمان الشهيد إلى منزله بعد استشهاده في القصف الذي طال ناحية زاخو بمدينة دهوك. هذا الشهيد هو عريس تزوج يوم الثلاثاء الماضية، ودعني أنتقل معك بهذه الصورة ونشاهد هذا التشييع الحصل الذي يحصل حاليا إلى منزله. نعم زميلي أحمد، كما تسمع وسيدات والسادة المشاهدون، نحن الآن دخلنا إلى منزل الشهيد. زميلي أحمد كما تشاهد، يعني أهل الشهيد رفضوا دخول وسائل الإعلام إلى أكيد منزل، وأكتفوا الأمر بقضية دخول العائلة فقط. طيب جثمان الشهيد هل كان قادما من مطار بغداد الدولي، حيث الاستقبال الرسمي الذي حضره رئيس مجلس الوزراء يا بدر؟ نعم أحمد، يعني جثمان الشهيد كان مع بقية الشهداء التسعة الذين وصلوا من محافظة دهوك إلى العاصمة بغداد عبر الطيران إلى مطار بغداد، وفي الجناح والمهبط العسكري تم استقبالهم وتشييعهم من قبل رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي. وأضعك بهذه الصورة الآن وأنا أتحدث معك. وصلوا قبل تقريبا ساعة من الآن، تم تشييعهم بشكل رسمي في مطار بغداد الدولي بحضور عدد من الوزراء وكذلك القيادات، وبداية ومعهم أيضا على رأسهم رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ومن ثم توجهوا إلى المنزل هنا في حي الجهاد. كما تشاهد بهذه الدموع حاليا، الجميع يبكي على فقدان عباس، الجميع متألم على فقدان عباس. الجميع يعرف بأن عباس تزوج يوم الثلاثاء الماضي، فبالتالي هو ذهب في رحلة سفر ترفيهية كونه يقضي جزء من شهر العسل، ذهب برحلة في شهر العسل ثم عاد شهيدا. كما تشاهد قبل قليل وصلت الجثمان إلى داخل البيت، وهؤلاء هم أقرباء عباس، هؤلاء هم أهل عباس. الجميع هنا يعني يبكي يتألم على فقدان عباس، وبالتالي هذا هو المشهد هنا. هذا المشهد، دعني لربما أتحدث قليلا مع عدد من أصدقاء عباس. السلام عليكم، استقبلتوش؟
لربما الأمر صعب يا بدر، صورة ملؤها الألم واللوعة بالتأكيد، لكن الجثامين التي وصلت إلى مطار بغداد يا بدر ربما 9 جثامين، من أي المحافظات ينحدرون؟ هل جلهم من بغداد؟ هل هناك من ينحدر من محافظات عراقية أخرى؟ نعم أحمد، يعني هناك عدد من الشهداء ليسوا من العاصمة بغداد، لكن جل الشهداء هم من سكنة العاصمة بغداد، وعباس أحد هؤلاء الشهداء، هو يبلغ من العمر 24 عاما، تزوج يوم الثلاثاء الماضي وذهب مع زوجته برحلة ترفيهية ضمن شهر العسل إلى محافظة إدهوك، واستشهد في القصف، لكن زوجته تعرضت لإصابة وجروح بليغة، لغاية الآن هي ماثلة في مستشفى إدهوك ويعني تستمر بقضية العلاجات، هناك عملية أيضا جراحية ستقدم لها وستجري لها من أجل ابقاها على قيد الحياة، لغاية الآن يعني بحسب يعني أقرباء عباس، وتحدثت معهم بشكل مباشر بأنها يعني وضعها لغاية الآن لم يستقر بشكل كامل، فبالتالي هي تقدم إليها الآن جميع الإجراءات والمساعدات من أجل امتثالها للشفاء التام، وهي بقيت هناك في إدهوك، وإنما عباس أتى مع بقية الشهداء ووصل الآن إلى منزله، سيتم عملية تشييعه ومن ثم التوجه به إلى محافظة النجف الأشرف، وأيضا مرورا كذلك حتى بمحافظة كربلاء من أجل يعني تشييعه هناك يعني بقرب أضرحة الأئمة، ومن ثم دفنه في محافظة النجف الأشرف، وثم يعودون لإقامة مجلس العزاء هنا. الجميع متألم بهذه الفاجعة، بهذه الحادثة، يعني حاولت أن أتحدث مع عدد من المتواجدين، لربما يعني الجميع يرفض الحديث بسبب ما يعانوه من ألم وحسرة على فقدان عباس، الله يرحمه صديقك. الغصة ليست بالهينة يا بدر، هي حسرة ولوعة بكل تأكيد لهذه القصة الأليمة التي كان بطلها عباس، رحم الله عباس ومن سقط معه شهداء في هذا القصف. هل سيكون هناك ربما تشييع رسمي يجمع الشهداء جميعا ممن سقطوا في هذا القصف، أم أنه اكتفي بتشييع رسمي جرى في مطار بغداد وكل ذهب حيث ذووه؟ نعم أحمد، هذه هي المعلومات المتوفرة الآن بأن التشييع هو التشييع الرسمي حصل في مطار بغداد، وكان حاضرا فيه رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ومن ثم انتهى التشييع الرسمي ووصلت الجثامين كما تشاهد إلى يعني منازل عوائلهم، وهذه الآن حاليا جثة الشهيد ما تزال مستمرة في منزله. دعني أضعك قليلا مع هذه الصورة وهم الآن يشيعوه، وهذه بدلة عروسته كونه عريسا، أضعك مع الصورة. لا إله إلا الله، انتهت مراسيم التشييع أحمد كما تشاهد، والآن ببدلة زفاف زوجته يتم
نقله إلى السيارة من أجل الذهاب به إلى محافظتي النجف وكربلاء، ومن ثم الوصول إلى مقبرة السلام في مدينة النجف ومحافظة النجف الأشرف من أجل البدء بمراسيم دفنه، لربما ستبدأ كما تحدثوا لي أقرباء عباس الشهيد عند لربما الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة بغداد. إذن هذه الصور تأتيكم مباشرة من العاصمة بغداد من منطقة حي الجهاد للشهيد عباس على أحد شهداء الغارة التي حصلت بالأمس على أحد المصايف في شمالي العراق بزاخو بمحافظة دهوك، والتي سقط على إثرها 9 من الشهداء وقرابة 30 جريحا، جلهم من المدنيين والذين قدموا من محافظات الوسط والجنوب لقضاء أوقات ربما وهروبا من قيض الصيف وسوء الخدمات التي تفتقر إليها معظم محافظات العراقية. هربوا من هذه المشاكل الحياتية اليومية لقضاء بعض الوقت، لكن هروبهم كان حيث ملاقاة ربهم بفعل القدر. زميلي أحمد، مستمرين معك وعملية تشييع الشهيد عباس من منزله وصولا إلى رأس الشارع كما متعارف هنا في بغداد. يقومون بتشييع الشهيد إلى رأس الزقاق كما يسمى هنا، ومن ثم نقله عبر المركبة إلى محافظة النجف الأشرف. السلام عليكم حجينا، راح تودون إن شاء الله للنجف الأشرف تدفنون المرحوم؟ إن الله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. فإنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ورفاقه وأهله وأصدقائه بهذا المصاب العظيم، بهذه الفاجعة التي أحرقت قلوبنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شفتكم حاطين بدلة زفافة، زفافة زوجته كون عريس، صار له 5 أيام، 5 أيام صار له. لا إله إلا الله، مشهد حبيب الله. نعم أحمد، يعني مشهد عصيب حقيقة. يعني قد أكون أتمالك نفسي وأتحدث بصعوبة حقيقة حول هذا المشهد، وكما تشاهد يعني الرئيس لم تمر على ليلة زفافه إلا أيام معدودة، نتحدث عن يوم الثلاثاء، من يوم الثلاثاء ونحن اليوم يوم الخميس، أسبوع يومين فقط مر على زفافه. تحدثت مع عدد من أصدقائه، خلي تحدث وياك باللغة الدارجة، يقولون كنا ننتظره، كنا محضرين إلى أنه نريد نسوي له زفة ثانية في حال لو عاد من إقليم كردستان من سفرته. وهاي إحنا اليوم بدنا نشارك بتشييعه، بدنا نشارك برفع جنازته، وأصدقائه مثل ما تشاهد هم متواجدين ومستمرين بعملية التشييع. هذه أغلب عوائل الشهداء اللي سقطوا نتيجة للقصف التركي يمرون بنفس هذه المآسي، بنفس هذه
المصيبة، هذا النحيب والعويل اللي تسمعه من الرجال، اللي تسمعه من النساء، اللي تسمعه حتى من الأطفال. الجميع اليوم مشترك بعملية هذه التعزية للشهيد عباس. قد يكون هو نعم يا بدر، ربما فقدت الاتصال بمراسلنا بدر الركابي الذي يشارك الآن في جنازة أحد شهداء القصف التركي الذي طال بصيفا بزاخه من محافظة دهوك شمالي العراق، الذي حصل يوم أمس ورحى ضحيته 9 من الشهداء المدنيين وقرابة 30 جريحا. كان في تشييع أحد الشباب وهو عريس، كان يقضي أيام شهر العسل في هذا المكان، كان متواجدا لحظة القصف الذي طال هذه المنطقة، وذهب شهيدا إلى جانب أخوانه من المدنيين الذين كانوا يقضون هذه الأوقات في ذلك المكان. جعله الله وإياهم بمصاف الشهداء.